فقرة لايف كوتش لهذا الأسبوع راح نتكلم عن ما هي وما هي أهميتها، أهمية وضع حدود للخصوصية بين أفراد الأسرة. حول هذا الموضوع تنضم لنا في الاستوديو الأستاذة رينا رباح، مدربة التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. خلينا نبدأ بالسؤال اللي قلته قبل شوي أنا في سياق المقدمة، ما أهمية وجود الخصوصية في حياتنا؟ مهم جدا انه يكون في خصوصيه بالعلاقات بشكل عام بين الاسره الصغيره، بين الافراد بشكل عام، بين الاصحاب، بالمجتمع بشكل عام. مهم جدا انه الانسان يحافظ على خصوصيته وانه يحط مسافه، انا بسميها مسافه امان، بينه وبين الناس اللي حواليه. يعني هي فيك تشبهيها بمسافه الامان اللي موجوده بين السيارات، يعني في هيدي المسافه موجوده حاطينها لعدم الاصطدام. فنفس نفس الشيء بالعلاقات، لما أنا بحط هيدي مسافة الأمان بيني وبين الناس اللي حوالي عم بقلل الاصطدام معهم وبقلل من المشاكل. ففي مقولة حلوة كتير بتقول لا تقترب حد الاحتراق ولا تبتعد حد الافتراق، يعني لا كتير تقرب ولا كمان كتير تبعد وتحط ليميت، يعني حدود كتير أوفر لحد ما يصير في جفا بالعلاقة. حلو التوازن. فعلا التوازن حلو في كل شيء، لكن اليوم في ناس كثير يعني ما تعرف طريقة وضع الحدود هذه بينها وبين الناس، ما تعرف كيف تجعل انه في يعني هذه مساحتي الخاصة، دائما تحاول انها تضع هذه المساحة، حتى خصوصا بين الأزواج، بين الأشخاص اللي بينهم علاقات. يعني لو تعرفينا على هالموضوع بشكل أكبر. هلا هيدي مشكلة موجودة، انه مش كل الناس بتتقبل انه انت تحترم خصوصيتك بالضبط. او المسافة اللي انت بتحطها بينك وبينهم، سبيشلي الناس المقربين جدا لإلك بالضبط. اللي هن افراد الأسرة او الأزواج وهيك، لانه بيفكروا انه انت عم بتحط هيدي المسافة يعني لحتى تحط ليميتس بيناتهم، يعني بينات الأشخاص، أو أنت عم بتحطها عشان يكون العلاقة رسمية أو تحفظ. مش كل الناس تفهم أنه هيدا شيء كتير مهم وصحي بالعلاقات، أنه يكون في خصوصية. هيدا الشيء بينحط بالأساس من أول ما بتبلش الريليشنشيب، بتحط النقط على الحروف من الأساس. أنت بتقولهم أنا هيدا المسافة هيدي خاصة فيي، هذه مساحتي يعني الخاصة. بالضبط، هيدي مساحتي الخاصة. يعني حلو البرايفسي حتى بين الأزواج، يعني حلو أن الواحد يحتفظ بخصوصية لإله. ما بحق للزوج أنه يمسك موبايل زوجته ويقعد يبحبش فيه ويقرأ على الواتساب، ولا العكس. وبالعكس برضه، لأنه خلاك تخلص الجملة. وحتى العكس مزبوط، والرجال لسه أكتر يمكن من المرأة بحب مساحته الخاصة، أنه أنا بدي أطلع مع أصحابي. مش معنى أنه أنا زوجت بدي ضلني 24 ساعة، ما أنت خنيقة خنقتيني. قدم نسمع هيدا من كثير كابلز بنسمعها، ويمكن معهم حق، لأنه خلص بيوصل لمرحلة أنه أنا بحاجة لأنه يكون في وقت خاص لإلي أطلع فيه مع أصحابي، أو حتى أقعد فيه لحالي بالبيت ممكن، أو أطلع أقعد بكافي شوب، أقعد أشرب كافي وأقرأ كتاب. مي تايم هيدا كثير مهم. فالمفروض الاثنين يحترموا هيدي الخصوصية. مش المفروض انه هي او هو يتدخلوا مثلا بالامور الشخصية اللي بينه وبين اهله. يعني مش معنى انه انت زوجي او انت زوجتي معناها لازم تعرفي كل شيء عم بيصير بيني وبين اهلي. يعني في كل عائلة في لها أسرار، في لها خصوصيات. إذا أنا حبيت خبرك أوكي، بس إذا ما خبرتك مش من حقك تزعلي، أو أنت مش من حقك تزعلي. بس لينا، فين الحد الفاصل ما بين أن الواحد يكون غامض وبزيادة قاعد يخبي كأنه عنده أسرار، وبين الإنسان اللي محترم خصوصيته فارضها على الناس اللي حوله؟ الإنسان الغامض اللي هو دائما بتحسيه مثل الصندوق مسكر على حاله، هيدا ما بيحب، منه منفتح على العالم أصلا، اجتماعيا ما بتلاقيه كتير سوشالايز. بينما في فرق بينه وبين الإنسان الثاني اللي هو لا، أنا اجتماعي، أنا بحب الناس، بطلع مع العالم، بقعد بفتح حديث مرح، قعدت محببة عند الناس، بس أنا بفرض اللي حكيت عنها مسافة الأمان بيني وبين الناس. أنا بفرض عليك أنك أنت تحترمي خصوصيتي، ما بسمح لك تتعدي هيدا الليميتس اللي أنا حطيتها بعلاقتنا. وهيدا الشيء مثل ما قلت كتير هيلثي، وهيدا الشيء بيؤدي لتوازن بالعلاقات بين الأفراد وبيمنع المشاكل.